الحلقة اللي فاتت شرحت لكم فكرة عمل الـ Version Control Systems. النهاردة تعالوا ندخل أكتر للعالم ده ونشوف المزايا الرهيبة اللي بيحققها الشغل مع الـ Version Control Systems. الأول أحب أعرفكم إن الـ Version Control System مش برنامج واحد، لا دول مجموعة برامج كتير، منهم على سبيل المثال للحصر Git، Mercurial و Subversion وغيرهم كتير، وطبعا أشهرهم هو Git، وهو ده هيكون محور تركيزنا في الكورس بتاعنا. قبل ما نبدأ نشرح طريقة عمل برنامج جيت، أحب أعرفكم الأول إن برامج الـ Version Control System نوعين، نوع Centralized ونوع Distributed. الـ Centralized بيكون عبارة عن جهاز كمبيوتر أو نقدر نقول سيرفر، بيكون متحمل عليه النسخة الكاملة من المشروع وكل المبرمجين بيتصلوا بيه لعمل التعديلات في المشروع ده. أما النظام الـ Distributed فالمشروع بيكون موجود نسخة منه كاملة على كل الأجهزة بتاعت فريق العمل، وده بيخلي كل عنده فرصة أفضل للوصول لكل ملفات المشروع، وطبعا النموذج ده بيسهل الشغل الأوفلاين، وطبعا برنامج جيت من النوعية ديت. طبعا زمان كنت تسألوا نفسيكم أنا ليه ما جبتش سيرة جيت هاب لحد دلوقتي، وإيه الفرق بين جيت هاب وجيت؟ الموضوع بكل بساطة إن الجيت هو البرنامج بتاع الـ Version Control System اللي هنشتغل عليه في الكورس بتاعنا، أما الجيت هاب فهو ده الويب هوست أو السيرفر اللي هنجمع عليه البروجكت كله من كل المبرمجين، وتقدر تقول ده المكان اللي بيتحط فيه الأكواد النهائية للمشروع اللي كل الفريق شغالين فيه. بس إحنا هنأجل كلامنا عن جيت هاب دلوقتي لحد ما نخلص كلامنا عن برنامج جيت الأول. تعالوا بقى وركزوا معايا قوي عشان نشرح طريقة عمل الجيت. تخيل معايا انك مبرمج ويب وشغال على موقع، والموقع ده فيه 3 ملفات HTML و CSS و JS، وشغال بمساعدة برنامج جيت على مشروع اكبر. عاوزك تتخيل معايا ان برنامج جيت قسم ملفات المشروع بتاعك الى 3 خانات. الخانة الأولى هي الفولدر اللي فيه ملفات المشروع بتاعك، والخانة التانية اسمها الستيجينج اريا أو المنصة، وخانة الريبوستوري أو المخزن. أول حاجة هنعملها هنضيف ملفات المشروع كله على الوضع اللي هو عليه على المنصة عن طريق الأمر آد، وبعدين عن طريق الكوميت هننقلهم من المنصة إلى المخزن اللي هو ريبوستوري. برنامج جيت هياخد منهم نسخة وهيديهم اندكس نمبر بشكل تلقائي، وده بنسميه الـ SHA أو الساعة. بعد كده انت عاوز تعمل تعديل على ملفات CSS و HTML كمان. أول ما تخلص هتضيف الملفات دي والتعديلات اللي عليها للستيج، وبعدين هتعمل كوميت هينتقلوا للمخزن وهياخدوا برضو SHA أو ساعة، ونكرر العملية دي كذا مرة في كل تعديل لعد الملفات ونضيفها للستيج، وبعدين نعمل كوميت وتروح للريبوزيتوري وتاخد SHA. وبكده تكون قدرت تاخد لقطة للملفات بتاعتك في كل مرة عاوز تعمل فيها تعديل، وكده تقدر لو عملت حاجة غلط ترجع بكل سهولة لأي SHA قديم وما تلفش وتدور حوالين نفسك. في الحلقة الجاية هنشرح ازاي نحمل برنامج جيت وازاي نقدر نعمل له كونفيجريشن. شكرا للمتابعة، وانتظرني الحلقة الجاية. كان معكم المبرمج احمد محمدي، والى اللقاء.